Aspetta che... Mi stanno aspettando prima di non comune si muore. La fuori. No? No, aspetta il gioco. اهلي طلع من الدوري طب الكاس النهر الاهلي طلع من الدوري لا 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 تعالي تعالي انت مش فاهم انت مش فاهم يعني ايه كوره الكوره ما فيهاش هزار ازاي نتكلم على صلاحيه الو الو ياسمين عامله ايه يا تامر عامل ايه اخبارك ايه الحمد لله بشكر ربنا انت كويس اه الحمد لله تامر وانت هتروح الخدمه بعد الظهر اه اكيد ان شاء الله هتبقى خدمه النهارده طب انت ممكن تعدي عليا اجي معاك عشان عربيتي بايظه ماشي بس الساعه كام هي هتبتدي 7:30 تعدي عليا على 7 كويس 7 بدري قوي يا تامر 7 عشان نلحق طيب ماشي يا تامر 7 هبقى صباح بالظبط صباح بالظبط خلاص متفقين يا سيدي ولا مليا واحد شايل تاني عشان مش هيقدر يعرف عصير الدمع عصير الدمع دي لما الافراز جه يكتبها ده مجاز مجاز مرسل بص 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 بعد كده ابو الفرس يقول ايه شيمتك الصبر انا للهوى فهد عليك ولا عمر بعد كده بص يكمل بيه ايه بلا ما جبتش الشاي بعد كده يكمل يقول ايه بلا حد دلوقتي بيقول بلا بلا انا مشتاق وعندي لو يا عم بالعرب يا عم ايه اللي انت بتقوله ده؟ الولاد ده في كلام جديد وبتاع ازاي تقول كده يا فكر؟ هي دي مشكله الشباب بقى قال لك بعد 25 الشحن انتوا مش فاهمين يعني ايه الشحن؟ احنا مش فاهمين اللي انت بتقوله الشحن يعني معاني يعني احاسيس يعني حاجات ما تعرفش تقول الا من خلال الشحن بص ابو الفرس بيقول ايه؟ اقروا لابو الفرس الحمداني مش بني صوفية تحت اليومين دول اصبر الشمشان بس وراحت فين؟
هي كانت الدور الثالث باين يا ياسمين، فعشان كده ياسمين هنتأخر. لسه برضه مشوار على الكنيسة يا ياسمين. هو كده البنات كل واحد يستنى الآخر. حسب الله سبعة، قالت لي سبعة بالظبط، هدخل على سبعة وخمسة. ازيك يا ياسمين؟ ايه الاخبار؟ كويس. الساعة كام معاك؟ ايه؟ سبعة وخمس. طب ايه؟ خمس دقايق. احنا تامر الكنيسة ورا بيتي يا تامر. انت بتستهيني في حاجة زي دي؟ ولين ده وقت اساسي؟ طب وانت انت اللي معدي عليا حد، انا قلت تعدي عليا سبعة ونص الا خمسة، سبعة وتين. احنا مش اتفقنا يا ياسمين، مش اتفقنا على الساعة سبعة؟ هما البنات كده يا ياسمين، يعني انا دايما بقول لك يعني مش بدل مش بدل ما قاعده قدام المرايه قاعده بقالك نص ساعه عماله مع شعرايه هنا واحد شعرايه ما اعرفش مين وتجيبي هنا وتجيبي هنا. يا جماعه لازم تفهموا يا بنات ان الولاد وقتهم سمين. انت لو اتحركت دلوقتي هنلحق. انا وقتي اتحرك يا تامر. انا وقتي يا سمين مش زي البنات، كل حاجه سمك لبن تمر هندي كده، لازم نهتم بالوقت. الوقت يا سمين. تامر امشي وبطل الست. ايه اللي انت جايبه ده؟ ايه اللي انت جايبه ياسمين؟ يعني حتى يعني حتى ياسمين جايه وبتوقفين اللي انا بسمعه. أيوة. وصبرني الخمس دقايق دول. ايوه حتى انت في لسه حد بيسمع ست ام كرشيش كتير. هم كل البنات مش بيفهموا حاجه برضه. ده انا لسه من شويه كنت قاعد يا اتحرك. طيب اتحرك قاعد بتديني موعظه، كان زماننا وصلنا دلوقتي الكنيسه. كل الازاز جاي يا ياسمين. قوي. ليه ياسمين اشغل التكييف؟ ليه ياسمين الجو حر؟ ليه تامر حرام عليك، ده الجو حر جدا النهارده 47 ياسمين. ده احنا لسه في سبتمبر ياسمين. ايوه مش مهم بس الجو حر. الجو حر ايه يا ياسمين؟ هو كل بنات تقول لي كده؟ يا جماعه الجو حلو، ده الجو اللي ربنا خلقه لازم نستمتع بيه. طب ما ربنا مديك عربيه فيها تكييف يا تامر. ايوه فيها ازاز بنفتحها يا ياسمين. تامر حرام عليك، حرام عليك بجد. هو انت مش حاسس ان احنا متاخرين وعمال تديني موعظه ان احنا متاخرين بالنسبه انك سايق على 20 دلوقتي يا ياسمين؟ انا لازم الين العربيه. تلين ايه العربيه؟ اه العربيه. تامر انت مش واخد بالك ان دي اوتوماتيك مش زي عربيتك القديمه؟ انت مش عارفك، انت الاوتوماتيك بتلين. مين قال لك كده بقى؟ احب افهم يعني. انت نسيتي ان انا ميكانيكال، وكمان الراجل يعني الراجل ثانيه واحده، الراجل اللي انت اشتريتها منه التوكيل قال لك تلين العربيه؟ لا بس انا مش ضمان ان كلام الراجل صح. ضمان يعني احنا هنفضل سايقين كده كتير صح؟ يا ياسمين ما ينفعش كده يا ياسمين، لازم يكون في هدوء كده في الحصان. ربنا يصبر العربيات اللي كمان احنا ماشيين بسرعه، احنا ورانا ايه؟ صح؟ والشارع اهو فاضي مفيش حاجه. يا عم انت اصبر اصبر ثانيه واحده بس، انت ايه البطء اللي انت فيه ده؟ انت مش عارف ان احنا ورانا مصالح والشارع بتاعك؟ يا تامر ما انت اللي غلطان يا تامر، ماشي بالراحه قوي. طب اتفاهم معاه، هو اي حاجه انا غلطان كده على طول؟ اتفاهم معاك، طب نتناقش معاك. اصبر اصبر انا جاي لك، انا جاي لك، انا انزل يا ياسمين اصبري، لسه فاضل شويه على الساعه 7 ونص. دلوقتي انت فاهمني، انت ايه اللي مضايقك دلوقتي؟ اللي مضايقني ايه؟ انت بص انت ماشي على كام؟ انت ماشي على 10 ولا 15؟ انا بس سؤال، الشارع ده مش لكل الناس؟ لكل الناس. لان انت من حقك، لو انت عايز تمشي بسرعه امشي بسرعه، لو عايز تمشي بشويش تمشي بشويش، انا عايز امشي بشويش. ايوه بس ده مش طبيعي اللي انت بتعمله ده، ده مش طبيعي، انت ازاي ماشي كده؟ انت فعلا مأخرنا. لا 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 ولا مأخرك ولا حاجه، انا كل المشكله ان العربيه بتاعتي بلينها. ماشي بتلينها بس عربيه ايه دي اللي بتلينها اصلا؟ بس بس بس. مثل يقول لك تأني السلام. تأني ايه يا استاذ؟ استاذ لو سمحت، تأني ايه اللي انت ماشي فيه على 15 ده؟ تأني ايه يعني؟ امشي على 40 50. مش احسن امشي زي الشباب المتهوره اللي بتمشي على 100 150؟ متهوره ايه بس دلوقتي؟ انت عايش في زمن ايه اصلا؟ متهوره ايه اللي انت بتتكلم عليها؟ ايه ده؟ طب نتفاهم. ماشي نتفاهم، فاهم ولا نتناقش؟ قول لي انت وجهه نظرك. انت ماشي في الشارع لوحدك والطريق ما فيهوش يمين وشمال وماشي على 15، اعديك ازاي ولا اعمل ايه دلوقتي؟ يعني المفروض اعمل ايه؟
انا فضلت واقف جنبك وزهقت بصراحه يعني استحملتك شويه بس ما ينفعش. المفروض نستحمل بعضينا. وانا ماشي مش على بسرعه جدا يعني. مش انا بسرعة ماشي بطيء علشان الشارع صغير. طب خلاص انا اسف، انا اصلا في النقاش بتاعي ده اتاخرت على ميعادي اكتر ما اتاخرت في الطريق بتاعك. خلاص انا اسف. انا لا 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 متفاهم، اصل انا حاسك ان انت لسه مش مقتنع ولسه مش مستريح. خلاص انا اسف، انا محتاج امشي، انا ورايا مشوار. طب نتفاهم. طب هنتناقش. لا 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 يمكن، لا يمكن. شوف حالك لو سمحت. لا 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 انا مش مع ده، انا ربنا ما يريحنيش. انا مقتنع خلاص حضرتك. انا طب خلاص بقى معلش انا اسف، وانا خلاص بجد انا اللي غلطان ومحتاج امشي لان ورايا مشوار. لا 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 انت بتقول لي ان انا غلطان، انت مش مقتنع. نتفاهم لغايه لما نتفاهم. ما فيش حاجه، المهم ان انت تقتنع. انا غلطان خلاص. المهم ان انت تقتنع ان في التأني السلامة. في التأني السلامة ان شاء الله وكل حاجه هتبقى كويسه. بالذات التأني السلامة وانت بتتكلم بسرعه كده ومتضايق. طب حضرتك يعني انا اسف. طيب انا اسف. اتفضل حضرتك. انا غلطان ان انا جيت اتكلمت مع حضرتك. لا لا انت مش غلطان، احنا اتناقشنا الحمد لله وخلاص. وانا غلط اتفضل يلا انا ورايا مشوار. اموره مش هتجيبي عربيه بقى؟ عربيه؟ اه انتوا ازاي بتفكروا كده؟ مين دول يا دكتور؟ شغل اشتغل زينا، فلوس تاخدوا زينا، خروجات تخرجوا زينا. مين احنا؟ الستات. مالهم الستات؟ كمان عايزين تسوقوا؟ تسوقوا زينا؟ ما كل الستات بتسوق يا تامر. ياه انت مش عارف ان لسه في السعوديه من كام يوم بس ابتدت الستات تسوق؟ وثانيا انت مش شايفه الدنيا صعبه في المرور ازاي في مصر؟ كمان الستات تسوق؟ ما عادي يعني، ما المرور بايظ فالستات بتسوق من زمان. اصبر يا مدام، ايه الالوان اللي انت لابساها دي؟ مالها حلوه؟ لسه جايباها جديده. الوان حريمي جدا. امال انا ايه يا تامر؟ ايه اللي الوان حريمي؟ ايه اللي امال انا ايه؟ دي حلوه قوي. ماليش دعوه بكل اللي انت بتقوله ده، انا برضو عايزه عربيه. هقول لك حل يرضي جميع الاطراف. اديني عربيتي القديمه. انت يمكن ما سمعتش عنها بس انا كنت مهتم بيها. انا سمعت، المشكله ان انا سمعت. ده انا كنت بلينها سنين. هقول لك حاجه، زمان وانا في الجامعه العربيه دي كانت نجمه الاسامي. كل الشباب يقولوا لي يا تامر يا تامر جيب العربيه عايزين نتصور فيها لما نسجل اي حاجه. يا تامر يا تامر انت بتستهين بحاجه زي دي؟ سوقها دلوقتي اصلا. دي عظيمه. دي انت مش فاهمين، انتوا اللي فاهمكم في العربيات بس، انتوا كمان هتفهموا في العربيات. انت اخركم المطبخ تروحوا تعملوا الغداء والفطار والعشاء وده اخركم، لكن هتدخلوا كمان تنزلوا في الشارع والحاجات بتاعه ما ينفعش. يو بقى كلامك ده مش بيتغير خالص. مش مقتنعه برضو باللي انت بتقوله ده، انا برضو عايزه عربيه. نتناقش ونتفاهم. يوه هنتناقش تاني.